مساء الخير. خلال اللي تنشر في جريدة المساء اللي هي جريدة كنحترموها وتنقدروها، تفاجئنا بهذا الخبر اللي صدمنا كقراء لهذه الجريدة، لأن لأول مرة كيتمس لينا الولي الأمن، وكيتمس بواحد الطريقة اللي هي كنظن بأن فيها واحد نوع من العنف، لأننا كفاعلين جمعويين وحنا كنتحملوا المسؤولية ديال هاد الكلام اللي تنقولوه، راه ملي كندخلوا على أي مسؤول فحنا كندخلوا أدبيا بواحد الاحترام للصفة، ولكن راه ماشي دائما كنخرجوا باحترام كبير للشخص. السيد الولي ديال مدينة فاس شخص جد محترم، شخص تفاجئنا بأنه هو المسؤول اللي عليه واحد المسؤول كبير اللي ربما ما كتسمعوا ولي الأمن، فكيجب الله بأن راه صعب جدا باش توصل له، في حين هو أسهل مسؤول يمكن لك توصل له 24 ساعة إلا كان المكتب ديالو عامر، هو ما تتصلوا بك من المكتب وكندخلوا لعندو. الجميل في ولي الأمن اللي تكلمنا معاه هو إنسان جد مثقف، إنسان مجاله إنسان واعي، لأن كيعتبر الأمن مسؤولية على كيتحمل ربما بعض الأخطاء، أو ما نقولش حنا الأخطاء، ولكن المجتمع المدني كيعاني من العنف بسبب التربية، بسبب سوء التعليم، بسبب الاقتصادي، ولكن من المغاربة من كيبداو كيتكلموا راه ما كيعرفوش يقولوا راه ربما التعليم اللي فاسد، راه ربما الاقتصاد اللي ما كاينش، تيقولوا الامن اللي ما كاينش. دونك السيد الوالي واحد هذه المساله، لذلك كان في النقاش ديالنا معاه كفاعلين جمعويين ملي كندخلوا لعندو دائما تيقول راه لو وقع مشكل غير في الدار راه تيقولوا الامن ما كاينش، لو وقع عنف مدرسي داخل المدرسه تيقول لك البوليس ما كاينش، الامن ما كاينش، واش البوليسي غادي يدخل قلب القسم؟ اذا من هذا المنطلق اللي هو كيتحمل يعني المسؤوليه الكبرى ديال كل الظواهر اللي عندنا في المجتمع ديالنا اللي هي خاصنا نسيطروا عليها التنميه، لذلك هو والناس اللي معاه تيحاولوا ما امكن انهم على قد المستطاع انهم يمصوا الغضب المواطنين، لذلك كيتفتحوا بواحد الانفتاح على الجمعيات وكيتعاملوا مع الجمعيات، وقدم مكتبه رقمه الهاتف، مجهوده الخاص بحضوره، كل الدعم اللي يمكن يقدمه كإنسان بالدرجة الأولى بالنسبة فيه، بغض النظر على أنه مسؤول، بالنسبة للصدق فيه كإنسان بأنه كيسهر على هذه البلاد وعلى الأمن ديال هذه البلاد، ولكن كاين شي حوايج اللي ربما كما تيقولها حنا ما كنعلموش عليها الغيب، واللي هي ما كتعودش ليه، كتعود مع الأسف الشديد المجموعة من الأشياء اللي كتنقصنا اللي خاصنا نسلطوا عليها الضوء، اللي هي التربية، اللي هي التعليم، وأهم من ذلك اللي هو الاستثمار، لأن لا كان شي عنف ولا كان شي تقصير، فأكيد ربما الأمن كيلعب واحد الدور، ولكن الأمن هو نتيجة ماشي سبب. بغض النظر على صحة المقال اللي أكيد ما عارفينش على أي أساس الصحفي بنى هذا التحقيق، حنا عندنا أكثر أستاذ البقالي قمت بتشغيل مع تقريبا 80 جمعية، دونك كلهم نفوا هذا الخبر. المشكل اللي هو أبعد اللي هنا كان اللي صدمنا في المساء هو أنه ملي كتنزل بحال هذا المقال اللي هي بغض النظر أنها غير صحيحة، واش ما كتراعيش الموقع الاستراتيجي والامني ديال المدينه؟ حنا الان مقبلين على مجموعه ديال المنتديات، مقبلين على لا ميوزيك ساكري الموسيقى الروحيه، مقبلين على موسم اللي غادي نستقبلوا فيه السياح، اذا ملي كتجيو كتقول بان المجتمع المدني هذا السيد هذا اللي هو ولي الامن ما كيستقبلش المجتمع المدني، اذا هو انسان لا يعترف بالمواطن، ما كتهموش مصلحه المواطن، وهذا غير صحيح، اللي يمكن له كذلك يضرنا على مستوى السياح على المستوى الاقتصادي، والصوره اللي كيعطي لهذه المدينه هذه اللي ناسها ولا مسؤولين ديالها ما غيرينش عليها. دونك انا ما فهمتش الابعاد كيفاش جريده المساء ما تناولتش ابعاد ديال هذه المقاله هذه. حنا كان عندنا الثقه في هذه الجريده هذه، الان المصداقيه ديالها ربما غتكون شويه على المحك،
واش هو خبر واش هي كذلك صارت من الجرائد اللي خاصها سكوب فقط، خاصها خبر باش تبيع وتصور الفلوس، ولا هي جريده كتهتم بالصح بالمواطن؟ لانني كتدخل المجتمع المدني، فمع احترامي الشديد هذه مساله ما كتبقاش كتخص فقط السيد الوالي، ولا كتخصنا حتى حنا كمجتمع مدني.